حسم نادي ريال مدريد صفقة التوقيع مع جوهرة فريق باليرماس إندريك بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان وتشيلسي. وكتب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق إندريك إلى ريال مدريد، حيث توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي منذ يومين، وتمكن النادي الملكي من إغلاق الصفقة اليوم. وأضاف سيدفع ريال مدريد 60 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو كضرائب. ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى ريال مدريد في يوليو 2024. وأتم، هناك خطة كاملة من أجل توقيع جميع الوثائق خلال شهر ديسمبر الجاري.